رفع القيمة المضافة لقطاع المناجم عبر الصناعات التحويلية يؤكد تمسك الجزائر بمخططها القاضي بالتحول نحو تصدير الثروات المنجمية في شكلها النهائي، عوض تصديرها كمواد أولية خام، وتعول الجزائر في هذا المسعى على شبكة المصانع التي تم إنجازها في الفترة الأخيرة، خصوصًا في مجال الحديد والصلب، وعلى رأسها مصنع الحجار. الذي استفاد من إعادة التهيئة بالإضافة إلى مصنعي بلار بجيجل بالشراكة مع القطريين وتسيالي بالشراكة مع الأتراك بوهران وكذا مشروع الفوسفات الضخم بولاية تبسة كما تركز الاستراتيجية الجزائرية على الصناعات التحويلية للثروات المعدنية كالحديد والزنك وغيرها بالاضافه الى الرخام لتصدير هذه المواد كمنتجات نصف مصنعه او مصنعه بما يضمن بيعها باضعاف سعرها مقارنه بتصديرها كمواد خام